تعال يا موسى تعال. دستوري يا شيخي، أسعد الله صباحكم. وأسعد الله صباحك. لقد بات كل المريدين هنا يودون قبولك في أن تكون إماما في صلاتهم شيخي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم يا سادة. أهلا بك يا شيخي. حللتم، أهلا يا شيخنا. كنا بانتظارك يا شيخي، كنا نظن أنك لن تعود إلى هنا. دعوت الله أن لا يبعدني عن جوار الرسول الأعظم، يبدو أن دعائي لم يستجب. ليغفر الله لك ولنا يا شيخي. هيا لتخبروني إذن ما هي الأحوال، أخبار عبادتنا، أخبار أعمالنا، بخير إن شاء الله. تجولت ورأيت العالم الإسلامي من جهاته الأربع، فرأيت العجب. مشيت طريق الحج في تلك السنة. تقولون ماذا قد رأيت وماذا قد قضيت؟ هذه الأحوال. عيون الجميع كانت هنا، وكان يجب علي أن أعمل أكثر من الجميع. سأقع أمام الناس وإن دعت الحاجة أن أفني نفسي من أجل الناس. لم أطلب من الخالق أي شيء لي، ولا حتى حبة شعير واحدة. عيوننا ليست على الموقع كيف سيكون، ولا على المقام، ولا على المحكمة. هذا الطريق يلزمه الإخلاص، فعلى عابره أن يخلص. ولأجل هذا لم أطلب من الله أي شيء لي. ها هي تكيتنا موجودة، فهل لي خزينة هنا أم إنني أخفيها؟ فآكل وأشرب ما يؤكل ويشرب. أيخدمني الكثير من المريدين والكثير من الحرفيين؟ أقول لهم اعطوني؟ إن المال ليس هو كل شيء. لدي المعارك، لدي القضايا. نحن من تركنا الدنيا، ولتكن الدنيا للذين يريدونها. أنا لا أريد أي تكية ولا مقام ولا مكانة. ولتعلموا أن مرضي يتفاقم في الصحاري. أحياناً كنت أخشى ألا أستطيع الوصول. أصابني النصيب وتباركت بالكعبة، وعند الطواف اسود نظري للحظة، فقلت يا رب العالمين خذ ذاك المذنب في البلدة المباركة، وطلبت أن ينهي عقابه. وقلت لا تسمح له بمراكمة الأخطار أكثر. طلبت ولكن لم يكن ربي يستجب لرجائي، ومعناه أنه ما زال لدي ذنوب لأفعلها. استغفر الله يا شيخ، استغفر الله. موسى، هيا قم ووزع الهدايا التي أحضرناها من الحج للطيبين. شيخي، إن التاجر عمر يرغب إذا قبل شيخنا أن يقوم بتكريس دكاكين داخل السوق لتكيتنا. لا حاجة لنا بدكاكين يا موسى، بعد كل هذا العمر نحن بحاجة إلى عباءة فقط.
لكن إن كان ذلك سيعود بالفائدة فإنه ممكن. إذن سنباشر بأوراق التملك. ليكن. والآن يمكنك الذهاب يا سيد موسى. موسى؟ حسناً، سأكون مشغولاً قليلاً بالكتاب، لأنه مضت سنوات وأنا في الحج. أرجو ألا يقاطعني أحد إن لم يكن الأمر مهماً. نحن تحت أمرك يا شيخي. هذا مفترق طريقنا معا. في رأيك هل تفترق طرقنا فلا مجال للقاء؟ الطرق واحدة ولو افترقت. إنه واحد يا شيخ، إنه واحد يأتي منه ويصل إليه. نادي لتبتك إمري ودعه يأتي. ألم تسمع ما قلته؟ تحرك بسرعة. خير إن شاء الله. أجب سيد القاضي على أسئلته. هل أنت شيخ تبتوك إمري؟ أستغفر الله، قدرنا بقدر غبارنا عليه. أريد مقابلته، أين هو؟ مشغول بالذكر. سوف نبحث عنه في التكية. سيد القاضي، ابحثوا في كل مكان، ومن منهم يعترض فليعتقل. هيا أخبرني، ماذا رأيت وبماذا مررت؟ ارتكبت خطأ يا شيخي. كم من خطأ قمت به وكم من ذنب ارتكبته وأنت لم تدر عني وجهك بعد. تعال يا يونس، تعال، فنحن هنا
لا نسأل القادم لما جئت، والخارج لا نسأله لما خرجت من هنا. أنت تعترض على عدالتي؟ حاشاك يا سيدي، اعتراضنا ليس على العدالة بل على الحكم الصادر. ولكن هذا عمل الدولة يا سيدي، فلا تتدخل به. الحكم شيء، والقاضي شيء، والعدالة شيء آخر يا سيدي القاضي. فكيف يكون الاعتراض على الحكم هو اعتراضا على العدالة؟ لم آتي من أجل الجدال، سأطلب منك بكل مودة أن تبدل البيان الذي أصدرته بخصوص الحكم الصادر. هذا سهل، إذا غيرنا البيان الصادر فستتغير الحقيقة، فلنغيره وينتهي الأمر. سيد يونس. أهلا أمي، أسعد الله صباحك. أزعجتكم في هذا الوقت الباكر، سامحيني. ماذا تقول سيد يونس؟ إنه مرحب بك، مر وقت طويل. عدت والحمد لله. شيخي، أريد الدخول إليه ولكن... إنني خجل جدا من مقابلته. لا تقل هذا سيد يونس، إن شيخنا خرج كي يجدد وضوءه ويصلي صلاة الفجر. انتظر قليلا، هنا هنا. إنه لا يستطيع الرؤية. بالتأكيد سيسألني عند لمسك من يكون هذا، فأقول له إنه يونس، وإن قال من يونس أتقصدين يونسنا؟ فاعلم إنه سامحك، عفى عنك وقبل بك أيضا.
من هو هذا؟ إن هذا يونس. يونس من؟ إن هذا يونس. يونس من؟ تعال يا موسى تعال. ماذا هناك يا سيد موسى حتى تطرق بابي بهذا الشكل؟ لم يكن هاما لما أزعجتك شيخي. من الذي أتى؟ لقد جاء محاسب سيدنا حسني آغا، يود أن يرى حضرتكم بعد العودة من الحج، وإنه يريد التحدث بشأن الضرائب الخاصة بوقفنا. اذهب أنت واعتني بضيفنا وسآتي على الفور. تحت الأمر والطاعة يا شيخي. يونسنا. قد سمعنا أنك كنت في الحج يا شيخي، ولقد أمرني سيدنا أن آتي من فوري إلى حضرتكم. أهلا بك يا سيد مولود، أوصل سلاماتنا إلى سيدنا في المدينة المنورة، دعوت له الله ليرزقه من أرزاقه بإذن الله. شكرا لك سيد موسى. بالعافية يا سيد مولود. شكرا لك يا موسى. بالعافية يا شيخي.
لقد أتممت 4 سنوات في سبيل الحج، وإن قلت إننا لم نتلقى أي أخبار فلا أكون قد بالغت. كيف حال سيدنا إذن؟ كيف هي الأحوال؟ عسى أن لا يكون هناك شيء بالاتجاه المعاكس. الأحوال كما هي يا شيخي، ومن أجل أن يسود النظام والعدل فإننا نبذل كل جهودنا إن شاء الله بدعم سيدنا وقيادته الحكيمة. بالإخلاص تتحول السموم لعسل إن شاء الله. شيخي، لقد أمرني سيدي قائلاً فلتذهب إلى حضرة الشيخ ولتقل له إنه منذ الآن حضرة الشيخ أعزه الله سوف يعفى من جميع ضرائبنا لكل أوقاف التكية. بارك الله لكم، لقد كان سيدنا في كل الأوقات كريماً وعطوف، فنحن لا نملك الأموال ولا الأملاك، ولا حاجة لنا نطلبها ولا مطمع، لكن اعلم أن السيد هو أكثر من يعلم. عندما يقال وقف تكيتكم فالمقصود هو حق جميع الأيتام وكل ما يدب في التكية. هو أكثر من يعلم أنه عندما ألغى الضرائب لم نكن نحن من استفاد. انتهت الزيارات لليوم، وكان آخرها السيد مولود. لا أريد أن يزعجني أحد. تحت أمرك شيخنا. شرح السيد يونس كل شيء قد حدث معه، وكانت الفرحة لا تسع عندما سامحه الشيخ. شيخي، عندما قال أهو يونسنا قد حلقت إلى الجنان وعدت إلى وجه الأرض ثانية، ثم طلبني شيخي بعد الصلاة، ذهبت ودخلت إليه. دستور يا شيخي. تعال يا يونس تعال، قرب ركبتيك من ركبتي. إرشادك سيكون بين حاجبيك، ارفع رأسك. هيا، التفكير سهل جدا والخروج يكون صعبا جدا من الباب، وأنت خرجت يا يونس. هي 7 أبواب وأنت وصلت إلى الباب الرابع فقط. هل تريد أن تعرف ما هو معنى ذلك؟ ما هو الموجود داخل هذا الباب؟ ما الذي ينتظرك؟ أعطني أذنك. لن يقال هذا الكلام لأي إنسان، لأن ما سمعته سر، سر الحقيقة لا يقال. من يعرف لا يقل، ومن يقل لا يعرف. هيا فلتقرب أذنك لأجدد لك ذكرك.
هذا قلب حق، حق، حق هو ما قلته يا شيخ. لذا منذ الآن هذا واجب علي. يا حق هو ذكرك بصوت خفي أمام العامة وبصوت مسموع في الوحدة. إياك أن تخرجه من عقلك بل من قلبك، لا تسقطه عن لسانك يا يونس، فإن أحببت أحدا ما يبقى اسمه على لسانك. ومضت الأيام بعدها، اليوم والشهر يطاردان بعضهما، ووفقا لما رأيناه عمل السيد يونس سنوات يسلك ذاك الطريق ويحمل الحطب المستقيم، وعبر السنين لم يأتي إلى تكيتنا بقطعة حطب واحدة مائلة، وبعد ذلك شيئا فشيئا كان قد وصل إلى حافة الوادي. حق، 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 حق. حق.
السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. هل يوجد هنا بستان للتفاح؟ يوجد. سهل الضفة العلوي كله بساتين تفاح. لمن هذا البستان؟ من هو صاحبه؟ إنه وقف للتكية، تكية تابتوك إمري، لذلك فالشيخ هو ملك البساتين. بالطبع إنه كذلك، بكل تأكيد. لقد غاب عن ذهني. شكرا لك. لقد تجمع الإخوة حوله، وقد انتسب معظم الحرفيين إلى السيد قاسم. إن كان طريق الحق يحظى بالاهتمام فهذا يعني أن الدنيا بخير. إنها غيبة سيد علي تايجو، بالطبع نعلم، لكن تمسي أسباباً للغيبة. الأجداد قالوا حقاً، عيون الحقيقة عمياء ورجلها عرجاء، فليذهب القليل من الأهالي إلى السيد قاسم. السلام عليكم يا إخوة. وعليكم السلام يا سيد يونس. عدت باكرا اليوم. توجب علي رفيق. شيخي أهو في مجلسه؟ نعم هنا. بكل تأكيد إنه حلال. ما يسقط في الجدول ليس لنا، للطيور أو الذئاب، لكن حق التصرف هو لنا بكل تأكيد. حلال هو، لكن هناك شرط لدي، وطبعا إذا قبلت حضرتك فأنا لدي ابنة عمياء، وهي صماء الأذن عرجاء القدم. شرطي أن تقوم بسترها. شيخي لديه ابنة واحدة كما أعلم، بدا وكأن لديه أخرى، لكنها كانت دعابة من شيخنا. بالتأكيد ليس لديه ابنة غير بيجيم سلطان، لكنه أراد القول إن عيونها عمياء لأنها لا تنظر للحرام، وأذنيها صماء فهي لا تسمع للشرك، أما رجلها العرجاء فهي لا تمشي في طريق غير مستقيم. يا رب، منذ بدأ الخلق وحتى الآن أؤمن بالقدر. كل شيء قد سمعته من بدع وأقوال لأعداء الإسلام، معتقدهم الخاطئ والناقص، وكل شيء صدر مني يحمل الفسق فيه، أو كل ما سمعته أو رأيته أو عملته، فإنني نادم على كل هذا، وإنني من هذه اللحظة عقدت العزم على أن لا أؤمن بتلك البدع. آدم عليه السلام كان أول الأنبياء، وحبيبنا وسيدنا ومولانا حضرة محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، فقد آمنت بهما وبجميع الأنبياء والرسل الذين جاءوا بينهما، فقد آمنت بهم أجمعين، فجميعهم حق وصادقون، وما عملوا إلا صالحة. آمنت بالله وبما جاء من عند الله وعلى مراد الله. آمنت برسول الله وبما جاء من عند رسول الله وعلى مراد رسول الله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. حقا أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إني أريد أن أجدد الإيمان والميثاق تجديدا بقول لا إله إلا الله ومحمد رسوله.
الله تعالى قد أمرنا وبسنة نبينا سيدنا محمد وباجتهاد إمام مذهبنا الإمام أبي حنيفة النعمان عليه بركات من الله وبجميع الحاضرين هنا وبشهادة المسلمين 50 ذهبية مؤجل وعشرة مهر معجل. أتقبلين بالسيد يونس بن عبد الله زوجا لك؟ مقابل المهر الممنوح من يونس بن عبد الله قبلت به زوجاً. قبلتي؟ قبلت. قبلتي؟ قبلت. الله تعالى قد أمرنا وبسنة نبينا سيدنا محمد وباجتهاد إمام مذهبنا الإمام أبي حنيفة النعمان عليه بركات الله وجميع الحاضرين هنا وبشهادة المسلمين بمهر مؤجله 50 ذهبية ومعجله 10 ذهبيات. هل تقبل ابنة شيخنا تابتوك إيمري بجيم سلطان أن تكون زوجة لك كما قبلت؟ شيخي، كل ما أملكه هو عباءة وقد تركتها في الماء. لا أملك سوى العشق لأقدمه. يونس ابني، إن ابنتي الطاهرة لك، يعني أؤمنك على سري. نعم هي لي وأنا لها، فكن لها سنداً ولا تقم بكسر خاطرها أبداً، واعلم أن ما يحزنها سوف يحزننا. إن ابنتي بيجيم نمت بالعشق وستحيا بالعرفان مع ابن الروح الذي وهبني الله تعالى. هي أنا، أنا هي، فاعتني بها وليتوج نسلكم بسر الولاية الممنوحة لكم. كلماتكم بحور وأفئدتكم نور، يضيء البدر ليلكم المظلم. العشق هو الحق والستر، انغمروا في العشق والعشق يغمركم. العشق سيكون مرشدكم دائما، فأنا أستودعكم الحق ورسولنا وبهمة كل أوليائنا الصالحين. ابنة شيخنا تابتوك إيمري كلمته بجيم سلطان، أتقبل أن تكون زوجة لك؟ قبلت. أقبلت؟ قبلت. أقبلت؟ قبلت. وأنتم أيها الشهود، هل تقومون بالشهادة على عقد الزواج هذا؟ نشهد. هل تشهدون؟ نشهد. هل تشهدون؟ نشهد. فليبارك الله لكم هذا الزواج. اللهم اجعل هذا الزواج مباركا لهما. آمين. واكتب لهما الألفة والمحبة والسعادة في زواجهما وفي ذريتهم الصالحة. آمين. احمهم من الهجر والنشوز والفراق والبغض من بعضهم. آمين. اللهم ألف بين قلبهما كآدم وحواء وكمحمد عليه السلام وخديجة أمنا وأم المؤمنين سيدتنا عائشة، كما ألفت بين سيدنا علي وأمنا فاطمة الزهراء عليها السلام، ولتكن الألفة بين قلوبهم أبداً.
أنعم عليهم بالذرية الصالحة والوفر في الرزق والإحسان الكثير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اجعل لنا في أولادنا وأزواجنا قرة أعين يا رحمن، واجعلنا مرشدين للذين يخشون عصيانك يا أرحم الراحمين. يا ربنا هب لنا في الدنيا وفي الآخرة حسن الختام ورؤية وجهك الكريم، وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على أنبياء الله أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. ولقد عقد زواج بجيم سلطان والسيد يونس من فترة قريبة جدا بيد شيخنا، وكأنه عندما قال نبينا محمد لحضرة الإمام علي: أنت مني وأنا منك، تتمثل في حالة شيخنا والسيد يونس في هذا الزواج. يا حق.